معنا مشاهدينا لمزيد من المتابعة والتحليل الأستاذة أمينة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب. أهلا بحضرتك معنا أستاذة أمينة. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. في البداية أتكلم مع حضرتك عن مشاركة طبعا تنسيقية شباب الأحزاب في هذا المؤتمر الاقتصادي، ما أجندتكم الخاصة؟ يعني تنسيقية في شأن كل الأحداث السياسية وغيرها اللي في البلد بيبقى ليها دايما مشاركات يعني مهمة وقيمة، وده لأنه أعضاء التنسيقية موجودين في الجهاز التنفيذي، موجودين كتشريعيين في مجلسي النواب والشيوخ، وموجودين في العديد من الوزارات والهيئات المختلفة في البلد. فبطبيعة الحال طبعا كان في امبارح تنسيق كبير من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويمكن النائب محمد فريد كان ليه أسئلة وجهها المؤتمر الاقتصادي، عرضت في الجلسه الافتتاحيه، والنائبه غاده علي كان ليها كلمه في النقاش في الجلسه الاولى ما بعد الافتتاحيه، وغير مشاركه الاعضاء بكل يعني ايام وفعاليات المؤتمر الاقتصادي. طيب من وجهه نظر حضرتك استاذه اميره، ما القيمه المضافه التي يمكن ان يحدثها المؤتمر بتعدد وجهات نظره وتعدد الاطراف المشاركه فيه؟ ما الذي يمكن ان يحدثه في الاقتصاد المصري في المستقبل القريب؟ شوفي حضرتك، يعني يمكن انا عضو مجلس الاستثمار الوطني، وارى الشكل هو قريب من فكرة الحوار، وعلى نفس نهج الحوار الوطني. مساحات الحوار لما بتفتح دايما بيبقى مسار للأفكار اللي بتبقى متوارية في المشهد، واللي قد تملك أطروحات قيمة جدا وحلول حقيقية، وهو ده اللي كان ملموس امبارح. ناس كانت بتتكلم من زي ما بنقول كده مختلف مسارات الصناعة والتجارة وكل ما هو مع أمور الاقتصاد، إن هم أصلا يجتمعوا ويتبادلوا الافكار ويطرحوا هذه الاطروحات، لانه الحقيقه احد مشكلاتنا الرئيسيه في البلد هي عدم التشبيك. فلما بتبقى في مسارات نقدر فيها نشبك بشكل احسن، او يعني نخلي بالنا من الادوار ومن انه اي قرار اقتصادي، الاقتصاد تحديدا يمكن من المجالات اللي محتاجه العديد من الخبراء، يعني في نهايه الامر القرار الاقتصادي متصل تماما بالقرار السياسي ويمس بشكل مباشر الامور ومعايش الناس على الارض، ويمس المصنعين والمصدرين. فالقرار طيب استاذه اميره، بما ان حضرتك ذكرتي الناس والشارع المصري، يعني فيه خضم شائعات تحمل في طياتها طبيعه فيروسيه سريعه الانتشار، الى اي مدى نجح المؤتمر منذ يعني اليوم الاول له بالامس في حمايه الدوله المصريه، حمايه الاقتصاد المصري من مخاطر الفتن والفوضى والشائعات؟ يا فندم، لا يخفى على احد اننا في ظرف اقتصادي دقيق. صحيح. ودقيق علينا وعلى غيرنا، يعني العالم النهارده في ازمه عالميه، وبالنسبه لنا احنا يمكن نلمسها بشكل مباشر، لانه كمان عندنا بعض الامور لازم تتصلح داخليا، ومنها منصات جذب الاستثمار، ومنها المنظومه الاداريه والتنفيذيه الخاصه بالصناعه وبالزراعه، وكمان استراتيجيا احنا عايزين نوصل في الملفات دي بايه. فامبارح كان خطوه على طريق هام وطريق يجب ان نسير فيه بمنتهى السرعه لانجاز ملموس يشعر به المواطن على الارض. بنهايه الامر القرار الاقتصادي ليه تبعات على المدى الطويل، وليه تبعات يجب ان تظهر للشارع على المدى القصير. ويمكن شفنا حلحله لامور زي الكثير من البضائع اللي النهارده في المينا واللي فيها بعض المشكلات علشان توفر الدولار، حصل حراك في هذا الامر، وغير القضايا اللي محتاجه قرار فوري يشعر المواطن او يشعر به المواطن ويلمسه في حياته اليوميه، في اسعار المنتجات، في مسارات. طيب أستاذة أميرة، ما زلنا أيضا مع المواطن، تنسيقية شباب الأحزاب هي على علاقة يعني مستمرة وعلى تواصل دائم مع الشارع المصري بكافة أطيافه، ايه الاسئله اللي طرحت من المواطنين على حضراتكم وانتم بصفتكم مشاركين في هذا المؤتمر قمتم بطرحها، قمتم بمناقشتها؟
طبعا يعني مستوى طرح الاسئله في الشارع بيبقى مختلف عن مستوى الطرح من المتخصصين، ولكن الاثنين بيصبوا في تقريبا مصدر. فالحياه في الشارع هو حاجات تخص مثلا انت نزول لبعض المنتجات، اسعار بعض المنتجات. سمعنا من الشارع، ودي اسئله بنطرحها طبعا في المؤتمر الاقتصادي، سمعنا من الشارع الحقيقه، وكان الشارع واعي تعالي الشعر الشارع المصري بشكل ضخم. احنا النهارده في اقتصاد بالمقام الاول بيقدم على ان هو يكون يعني اكثر منه اقتصاد انتاجي، اكثر من اننا مهتمين بالزراعه والصناعه والمجالات الصناعيه الكبرى بشكل ما او باخر، مهتمين بالاقتصاد الخدمي. ده كان الحقيقه سؤال من الشارع، احنا هيبقى عندنا استراتيجيات واضحه صناعيه خطيطه استثماريه كامله لمصر، واعتقد المؤتمر الاقتصادي بيناقش هذا الامر. الحقيقه عندي تفاؤل انه الوقت الجاي انه اتخذت القرارات التي يجب ان تتخذ في الاوقات السليمه في العده بتاعه يعني الناس. وكمان دي دعوه من خلال حضراتكم انه في الاوقات الدقيقه دي بيجي دور اجتماعي مهم جدا للتكافل بشكل عام بين طبقات المجتمع المختلفه. نعم. طيب يمكن حضرتك ذكرتي فكرة التكافل، يمكن حضرتك ذكرتي أيضا يعني فكرة الحماية الاجتماعية وإجراءات الحماية الاجتماعية، واللي هي صورة أفضل وصورة أرقى من صورة الدعم اللي يمكن كلفت الدولة وميزانية الدولة الكثير.